واحد بيسأل بيقول هل يوجد تناقض بين الآية اللي بتقول هاتوا العشور وجربوني وبين الآية اللي بتقول لا تبر بالرب إلهك؟ هي هاتوا العشور وجربوني يعني واختبروني، مش من جهة التجربة الواحد يجرب ربنا، لكن مجرد يخش في اختبار روحي يعني. واحد بيقول هل كل ما الانسان يتناول جسد ودم الرب تغفر له خطاياه؟ هو طبعا احنا بنقول في سر التناول يعطى لمغفرة الخطايا، لكن ايضا يشترط ان اللي يتناول يكون تائب، يعني ما يجيش واحد بخطيته من غير توبة ويتناول، وإلا يبقى بيتناول بدون استحقاق. فما ناخدش نص الحكاية ونسيب النص التاني. مع المناولة تغفر الخطايا، دي نص الحقيقة، والنص التاني اللي يتناول يكون تائب ومستعد.